نكمل بقى احتفالاتنا العادية، والنادي الأهلي طبعا اللي مليء بالاحتفالات، وأكيد كانت ذكرى انتصارات أكتوبر مش هتعدي كده. النادي الأهلي احتفل، ولجنة الشباب طبعا تحت إشراف اللجنة العليا، وكان بالتعاون مع الإدارة التنفيذية كانوا نظموا ماراثون دراجات كان لطيف جدا، ناس كتير جدا كمان شاركت فيه، ده ضمن احتفالات النادي بذكرى النصر. خلينا نتابع. احنا النهارده منظمين ماراثون الدرجات لشباب النادي الاهلي احتفالا طبعا بنصر اكتوبر، موجودين في الفرع بتاع مدينه نصر. الماراثون بدا من الجراج ولفينا حوالين سور النادي كله ورجعنا تاني الجراج. عدد الناس المشاركه حوالي 50 شخص من اعضاء النادي. بنحب في يوم زي ده نحتفل بالذكرى بتاعه انتصار حرب اكتوبر طبعا، ونبقى مشجع الشباب على ممارسه الرياضه وركوب الدرجات. احنا النهارده كان اليوم ماراثون عجل للاعضاء، الحمد لله الناس كانت مبسوطة واليوم عدى بسلام، محدش تعب. في ناس بس ما قدرتش تكمل اللفة، بس الحمد لله كلهم يعني او اكتريتهم يعني كملوها واتبسطوا. احنا اليوم المفروض النهاردة عاملينه بمناسبة انتصارات اكتوبر، حبينا نعمل حاجة جديدة، ان احنا يعني نعمل حاجة في الاحتفالية دي بان احنا نشجع الناس على رياضة العجل اللي هي المفروض انها تماشيا مع خطة الدولة ان احنا نتحضر للأخضر، فهي يعني وسيلة مواصلات مساعدة للبيئة، صديقة للبيئة. الحمد لله النهاردة اليوم كان حلو وكل الأعضاء مبسوطة، وانا طبعا احنا كتيم مبسوطين اللي احنا بنشارك حاجه زي كده مع النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا. طبعا احنا يعني حاجه جميله، مبادره جميله من النادي الاهلي اللي هو عمل ماراثون يعتبر في كل الفروع. امبارح كانت في زايد، النهارده في اهلي مدينه نصر، ان شاء الله عقبال الجزيره. فعاش يعني فكره جميله وان شاء الله تتكرر كل سنه. يعني اليوم النهارده الحمد لله كان حلو، كنا متوقعين يعني يطلع بحاجه كويسه زي كده. الجو كمان احسن من امبارح بكتير. دي المفروض السنويه الثانيه بالنسبه للنادي الاهلي، كنا المفروض امبارح في فرع الشيخ زايد، النهارده في فرع مدينه نصر. الحمد لله بالنسبه للناس هو عجبهم اليوم وان شاء الله يكرر مره ثانيه. كان تنظيم اكثر من رائع، وطبعا شيء ممتاز ممتاز فوق الممتاز ان نادي يعمل حاجه زي كده للاعضاء، يعني والكبار في السن وصغار السن، وكان في اعمار مختلفه جدا. انا النهارده جيت مع مامتي واختي، لفينا حوالين النادي وقعدنا نلف بالعجل ولفينا من جوه وكانت حلوه قوي وقعدنا نجري. النهارده احنا جينا علشان الماراثون بتاع النادي الاهلي، هو الصراحه انا انبسطت جدا، كنت متوقعه ان انبسط كده. اصعب حته كانت اللي هي المطلع، بس الباقي كله كان حلو. وقفنا شويه استراحه في النص عشان نريح وكده، بس الموضوع كله كان حلو، يعني نفسي تتكرر كتير. حبيت قوي الماراثون، كان ظريف كده وقصير، كان لفه صغيره حوالين النادي. يعني عايز اشارك اكتر لو في تاني ماراثون هيحصل.